بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ننتظر دقيقة مثل كل مرة على مود يتجمع عدد حتى نبلش إن شاء الله بالأبدومينال تروما. يعني to start with يعني إنه هي الموضوع important لمن يحب أن يكون surgeon، يعني موضوع الأبدومينال تروما وإيدك. والله يبارك فيكم، شكرا. يعني تحية من هنا إلى الأطباء الجراحة العامة، الله يحفظهم إن شاء الله. الموضوع اليوم يعني يتعلق بهم كل شيء هواية، الأبدومينال تروما وبالكولات الدامية اللي يلزموها أطباء الجراحة العامة الله يعينهم. فاليوم اللي يحب يكون بالمستقبل إن شاء الله من الطلاب أو الخريجين سيرجن، أبدومينال تروما مهمة بالنسبة إليه، يعني كجزء من عمله كجنرال سيرجري. طبعا مو بس الجنرال سيرجري انفولد بالأبدومينال تروما، لكن مينلي الحكي حيكون ويا الجنرال سيرجن. صوت ناصي. اوكي راح اسد البنكه واشوف الصوت شلون يصير. هسه شلون صار الصوت؟ هسه بتر الصوت. نعدل الكاميرا. I think ساعة هسه 11 و3 دقائق. I think it's time to start. صوت واضح هسه؟ أوضح؟ إن شاء الله يكون أوضح الصوت. لا لا مو حارة، زينة الأمور الحمد لله، شكرا. صوت جيد. أوكي ممتاز. راح نحكي الأوتلاين. أوكي صوت واضح الحمد لله. زين راح نحكي الاوتلاين حتى الخريطه مال الموضوع مالتنا مال اليوم تكون واضحه قبالنا. فيرست اوف اول راح نحكي شويه يعني كلش شويه اناتومي مال الابدومن زين. وحتى لما يكون انجري نعرف احنا الانجري وين دا يصير وشنو الاورجان انفولد. فشي كلش سمبل يعني مو اناتومي يعني مثل تسمي اناتومي تسمي اناتومي سمي structure. زين النقطة الثانية اللي حنحكي عنها هي الهيستوري، ومين اللي رح نحكي بالهيستوري الميكانيزم of injury. خوش هذا important نحكي عنه كلش مهم بالهيستوري. هيستوري كله مهم لكن الميكانيزم of injury رح نشوف شنو الفائدة مالتها وشنو حنستفاد. ثم الاكزامينيشن وفائدة الاكزامينيشن، شو راح نسوي بالاكزامينيشن؟ كل الاكزامينيشن از امبورتنت طبعا. كل الاكزامينيشن امبورتنت بس احنا هسه وي ار كونسيرند اباوت ذا ابدومينال اكزامينيشن. شنو اللي راح نستفيد من الابدومينال اكزامينيشن؟ شو راح نقدر نسوي؟ ثم هاي اللي راح يعني يكون حصة الاسد عاد المانجمنت. الدايجنوستيك ستاديز. الدايجنوستيك ستاديز بالابدومينال تروما بالامرجنسي ديبارتمنت. شنو الشغلات اللي شو وقت نحتاج دايجنوستيك ستدي وشنو هي الدايجنوستيك ستدي. ثم خمسة المانجمنت. طبعا الدايجنوستيك ستدي قبل نحكي المانجمنت راح نحكي عن الفاست زين طبعا وكل اي فاست، وراح نحكي عن الدي بي ال، راح نحكي عن الاكس رايز، راح نحكي على الكونتراست ستديز بالامرجنسي زين، وراح نحكي عن السي تي اوكي. ذن الشغلات راح نحكي عنها كدايجنوستيك ستاديز بالاضافه الى يعني امونج اذرز ممكن لابروسكوبي ثوراكوسكوبي زين. اكو شغلات يعني ماينر ممكن نحكي عنها ان شاء الله. والمانجمنت اول شيء راح نحكي انديكيشنز، يعني المانجمنت راح نحكي الجنرال مانجمنت ايضا، ما راح نعيد نعيد شغلات احنا حاكيها سابقا بس راح اكد على شغلات مهمه. ثم نحكي انديكيشنز اوف لابراتومي شو وقت بالابدومينال تروما
نفكر انه لازم هذا نفتح، لازم يعني السيرجن لازم يتصرف. طبعا هذا الحكي طبعا ليس قرآن، يعني كل هذا الحكي اللي راح نحكي ان شاء الله بالانديكيشنز ان كونسلتيشن وذ سيرجن، يعني هي مو مساله انه هذا مكتوب خلص بعد لازم السيرجن يفتح، لا مو هيك الحكي. انت عندك انديكيشن تجي تناقشها ويا السيرجن وتشوفون الكوست بنفيت، زين ممكن السيرجن عنده انذر اوبينيون. بصوره عامه اكو شغلات يعني ما عليها خلاف، اكو شغلات ممكن ما عليها خلاف، بس اكو شغلات ممكن بيها ديسكشن. فدونت بي انه يعني خلص هذا مكتوب بالاي تي ال اس خلص لازم السيرجن يفتح وتتعارك ويا السيرجن. نو ذس از نوت ذا الطريق. ثم راح نحكي بعد على سبيسيفيك انجريز. سبيسيفيك انجريز مثل ايش؟ مثل الدايفراغم اللي اوريدي احنا حكينا عنه فما راح نطول بيه، نحكي بس شويه. ثم الديودينوم وال خلي مخر هاي زين البنكرياس بنكرياتيك انجري بنكرياس السوليد اورجن سوليد اورجن مثل الليفر والسبلين الباول انجري باول انجري هاي شغلات سبيسيفيك انجري واخيرا بيلفيك فراكتشر اوكي لان الشغلات نحكيها كسبيسيفيك اورجن انجريز اوكي نرجع على الابدومينال تروما والبدايه ويا الاناتومي او خلينا نسميها ستراكتشر اوف ذا ابدومين زين الابدومين راح نقسمها هنا أنا على مد من 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 تصير تروما نعرف شنو الانفولد شنو الاورجنز الى انتيرير ابدومين اوكي انتيرير ابدومين posterior back flank thoraco abdomen و pelvis. الابدومن راح نقسمها الى هاي البارتس هسه نحكي الباوندريز مالتها هاي مهمه على مود من يصير عندك انجري بوحده من عندهم احنا راح نعرف الاورجنز اللي موجوده هنا وراح نعرف ممكن شنو الاورجن يكون انفولد فثوراكو ابدومن انتيرير ابدومن باك والفلانك والبلفس نيجي على اول وحده هي الانتيرير ابدومن عندك هذا الهيومن اللي نرسمه كل مره زين سبوز هذا ال زيفيسترنم وهذا الكوستال مارجن اوكي هنا انا الاكزيلا فهذا الانتيرير اكزيلاري لاين من هنا ومن هنا اوكي واكزيلا منتصات كلش واطيه بس اوكي ال هذا الانجواينال ليجمنت وهذا السيمفيس بيوبس هاي المنطقه المحصوره بهاي الباوندريز اللي هي الكوستال مارجن زين كوستال مارجن وزيفيسترنم يعني هاي كوستال مارجن كلها سوبيريورلي وال انتيرير اكزيلاري لاين من الجهتين وانفيريورلي الانجواينال ليجمنت والسيمفيس بيوبس هاي المنطقة اللي محصورة بين هاي الباوندريز نسميها anterior abdomen. anterior abdomen. شكو موجود most the whole most of the whole viscus خصوصا الباول. زين موجود هنا أنا هاي الباول small bowel وهنا أنا large bowel تجي ال transverse colon. فالباول most of the bowel موجود بهاي المنطقة اللي هي anterior abdomen. تمتاز هاي المنطقة إنه ال wall مالتها is يعني thin muscled. زين thin muscles يعني ال penetrating injury easily penetrate to the peritoneal cavity okay فهاي ال anterior abdomen نجي على الثوراكو abdomen الثوراكو abdomen زين يبدي من ال trans nipple line زين اللي هو ال fourth intercostal space ليش ال fourth intercostal space لأنه الدايفراغم بالإكسبيريشن يصعد للفورث انتركوستال سبيس during expiration لما الشست كافيتي يقل حجمها الدايفراغم ممكن يوصل الى حد الفورث انتركوستال سبيس فاني انجري بلو ذا نيبل لاين ممكن انت تصيب الابدومن ممكن الابدومن اللي هي منطقه الثوراكو ابدومن تكون انفولد اذا الباوندريز مالتها هي سوبيريورلي النيبل لاين from the front و posteriorly ال infra scapular line posteriorly هذا posterior يعني تبع posterior
infrascapular line. فانتيريورلي النيبل لاين زين لي فوق صاير وبوستيريورلي الانفراسكابيولار لاين اللاين اللي يطخ الانفيريور بوردر مال تو سكابيولي هذا السوبيريورلي انفيريورلي الكوستال مارجنز لحد نهايته من انتيريور للبوستيريور لحد ما ينتهي الريبس بوستيريورلي اوكي هاي ثوراكو ابدومين شنو هي ثوراكو ابدومين ثوراكو ابدومين هي المنطقه اللي صايره انكلوزد باي ذا هي منطقه من الابدومين هي ستيل تاب على الابدومين بس صايره انكلوزد باي ذا ثوراسيك كيج انكلوزد باي ذا ثوراسيك كيج زين فممكن تجي انجريز تسبب ابدومينال يعني ابدومينال انجري زين وثوراسيك انجري بهاي المنطقه اللي هي منطقه اوفرلاب يعني الـ chest overlapping the abdomen. شكو موجود بهاي المنطقة؟ موجود عندنا diaphragm اللي هو اللي فوق. موجود عندنا الـ liver, spleen وstomach. موجود عندنا إذا هذا الـ right side, right, وهذا الـ left. فموجود عندنا الـ liver, زين, spleen, وموجود عندنا الـ stomach. تمام؟ فموجود عندي الـ liver والspleen والـ stomach. موجود عندي بهاي المنطقة فإذا لما يصير عندي يعني injury هنا اتوقع diaphragm, liver, spleen, stomach be involved هاي شنو هاي thoraco abdomen إذا thoraco abdomen عرفنا the boundaries مالتها والcontents the anterior abdomen عرفنا the boundaries مالتها والcontents نيجي على الفلانك الفلانك هي المنطقة اللي صايرة يعني إذا هذا الشخص الإنسان زين شفنا من الجانب اوكي هذا خشمه شويه كبير اوكي وهو رافع ايده هيك يعني هذا فهاي الفلانك هنا اوكي الفلانك صايره بين الانتيريور اكزيلاري لاين والبوستيريور اكزيلاري لاين يعني انتيريور للانتيريور اكزيلاري لاين بوستيريور للبوستيريور اكزيلاري لاين وتبدي من ال sixth intercostal space يعني وين صايره sixth rib جواها sixth intercostal space زين يبدي لي الفلانك لان فوقها الفيفث intercostal space هي جزء بعد ستيل من الثوراكو ابدومن هذا الفلانك يبدي من sixth intercostal space زين ويمشي جوا الحد الإليك كريست جوا الحد الإليك كريست فاذا anterior posterior axillary lines sixth intercostal space وإليك كريست اوكي قبل ما نحكي الكونتنتس مالته نحكي عن الباك لانه الفلانك والباك راح نحكيهم الكونتنتس مالتهم يعني نفس الكونتنتس الريتروبيريتونيوم مينلي الريتروبيريتونيوم زين ومواصفاتها متشابهه الفلانك والباك الباك زين اذا هذا نفسه الكائن بنشوفه من الباك زين الباك جاية من الـ يعني الباوندريز مالتها هي الانفرا سكابيولر لاين اللي هو اللاين صاير بالانفيريور بوردر اوف ذا سكابيولي بس لاحظ انه اكو صار اوفرلاب ويا ثوراكو ابدومن بالباك صار اوفرلاب ويا ثوراكو ابدومن وال من الجهتين البوستيريور اكزيلاري لاين والالييك كريست انفيريورلي الييك كريست انفيريورلي زين هذا شنو هذا الباك الباك والفلانك يشتركون ان هم thick muscles thick muscles لما يصير عندي injury اذا كان عندي injury by a knife for example يعني low velocity او حتى bullets ممكن هاي thick muscles may protect retroperitoneal وال intraperitoneal organs اللي ممكن يعني اللي ممكن injured فال retroperitoneum partially protected by the thick muscles of the back and the flank شكو موجود بالريتروبيريتونيوم شنو الستراكشرز اللي موجوده بالريتروبيريتونيوم اولا تو فيزلز ميجر منو الديسندنج اورتا والانفيريور فينا كيفا اوكي تو فيزلز من هما الديسندنج اورتا والانفيريور فينا كيفا هاي خلصنا من تو فيزلز موجود تو اورجانز لي فوق من هما موست اوف ذا دودينم والبنكرياس موست اوف ذا دودينم والبنكرياس موجود وين ريتروبيريتونيوم موجود عندي ايضا الكيدني واليوريتر الكيدني واليوريتر موجود بالريتروبيريتونيال سبيس ايضا موجود عندي البوستيريور اسبيكتس بس البوستيريور اسبيكتس مال الاسندنج والديسندنج كولون من الجهتين
ascending with descending colon posterior aspects مالتهم تكون retro peritoneum. إذا عندي ذني structures الموجودة two vessels major اللي هو descending aorta والinferior vena cava اللي موجود عندي أيضا organs اللي هي most of the duodenum والpancreas اللي موجود عندي أيضا kidney والureters والposterior aspects of the ascending and descending colon. ذني كلهن retroperitoneal organs. فما يصير عندي retroperitoneal injury يعني injury to the sorry the flank والback توقع ممكن أكو injury to these organs. زين خلي ببالك thick muscles زين protect these organs. أكو مشكلة بهاي المنطقة هم راح نحكيها بعدين. It is a very difficult area to reach with examination. يعني هي مو مثل البريتونيوم وتنطيك signs peritonitis أو fit chief سهلة بالdiagnosis. ممكن يصير عندك injuries with signs and symptoms تكون subtle مو واضحة occult زين ما تبين فكلش صعبة وبالdiagnosis diagnostic studies مثل ما راح نشوف صعب كلش توصل لهاي الاريا و to diagnose the injury اللي موجود بالريتروبريتونيا راح تشوف في وقتها ان شاء الله ما نستعجل الامور. اوكي اذا صار عندنا حكينا parts of the abdomen structure قلنا ما حكينا انا تومي بس structure بسيط زين عندنا الثوراكو ابدومن anterior abdomen الباك والفلانك والبلفس سوري البلفس بعد ما حكينا زين بقى اخر شيء البلفس. البلفس هو الجزء من الاسفل من الابدومن اللي صار enclosed by the pelvic bone. زين the inferior part of the abdomen enclosed by the pelvic bone هو ال pelvis. The pelvis be the inferior part of the peritoneal cavity will be retro the inferior part of the retroperitoneal space. موجود be ال rectum ال urinary bladder موجود be the iliac blood vessels وموجود be the reproductive organs بالfemale. هاي structures موجودة موجود be the urinary bladder موجود be ال rectum موجود بالإليك blood vessels وموجود بالfemale reproductive organs بالpelvis. هاي كلها موجودة بالpelvis. فلما يصير عندك pelvic injury زين اتوقع ذني الorgans ممكن تكون involved بالترام. اوكي اذا هاي مجرد عرفنا الاناتومي زين او structures of the abdomen على مود من يصير عندي تروما اتوقع شنو اللي يكون ممكن يكون injured according to the site of injury. نجي نحكي النقطة الاخرى اللي هي الهيستوري. History. What is the importance of history بالabdominal trauma? لاحظوا إنه الهيستوري كله مهم يعني ماكو شيء بالهيستوري مو مهم. لكن إحنا راح نحكي في نقطة ما حاكيها سابقاً زين أو specific بالنسبة للabdominal trauma اللي هي the mechanism of injury. The mechanism of injury شنو أهميتها بالabdominal trauma؟ أولاً ممكن أنت you expect the injured organs. فطبعاً هذا راح يقودك إلى الdiagnostic study والmanagement. زين الميكانيزم اوف انجري تخليك اكسبكت يصير عندك اكسبكتيشن انه شنو الاورجنز اللي تكون انفولد فيقودك الى الدايجنوستيك ستدي والى المانجمنت بلان مالتك. زين الميكانيزم اوف انجري ممكن يخليك انه يو سسبكت انجريز اكورد يعني على الرغم اولذو ممكن الستديز والاكزامينيشن مالتك يكون نيجاتيف بس الميكانيزم اوف انجري هايلي سجست injuries تكون occult زين ما تبين عندك بالexamination فتصبر على البيشنت وتسوي له recurrent or repeated examinations لأنه such a mechanism of injury suggests يعني highly suggests هذا ال organ أو structure يكون injured بهيج حالة فهاي الميكانيزم خلتك إنه تبقي البيشنت for observation مو simply تعتمد على diagnostic studies أو الريبيتد اكزامينيشن او سوري الاكزامينيشن الانيشال. زين اذا الميكانيزم اوف انجري مهم شنو عندنا بلانت وعندنا بينتريتنج زين وعندنا بلاست اللي يشمل لي البلانت والبينتريتنج والاوفر بريشر ويف اوفر بريشر ويف قامت الفي والاف تصير شويه خربطه. أولا البلانت البلانت ميكانيزم مثل إيش موتور فيكل كوليجن حادث سيارة موتور سايكل كوليجن حادث دراجة فول فروم هايت واقع من علو دايركت بلو زين إصابة مباشرة يعني فتشي وإجا ضرب الأبدومن دايركتلي كل هاي بلانت أبدومنال إنجري ميكانيزمز يعني من ذني الميكانيزمز ممكن إذا واحد ماشي بسرعة أو واقع بسرعة يصير عندي deceleration injuries.
هاي البلانت ميكانيزمز، البلانت ميكانيزمز شنو ممكن تسوي لي؟ البلانت ميكانيزمز والديسيلريشن انجري شنو ممكن تسوي لي من انجريز؟ اكو عندي الباول كونتنت، عندي الباولز زين، الباولز ممكن اذا البيشنت وحده من الكومون بلانت تروما ميكانيزمز، والبيشنت اللي ملابس السيت بيلت بروبرلي، السيت بيلت بروبرلي لازم يثبت هذا الراس، هذا واحد اوكي قاعد، لازم يثبت الجسم من 3 بوينتس، هذا الايديال سيت بيلت يثبت الجسم من 3 بوينتس. اكو قسم زين ما تكون بروبر، ما تكون بروبر بحيث تصير تصير على اللاب، تصير لاب بيلت rather than 3 بوينتس، rather than 3 بوينتس. هاي ممكن تعرض الشخص الى اوفر فليكشن، من يصير عنده ديسيلريشن انجري هو قاعد بالسياره وينضرب، اوكي ينضرب من يندفع لي قدام يصير اوفر فليكشن، جسمه هيك يجي، هاي سي هاي اللاب بيلت، هذا راسه هذا البودي مالته وهاي رجليه، صار اوفر فليكشن، اوفر فليكشن. هذا شي يسوي بريشر على الهولو فيسكس اللي هي الباول، يسوي لي رابتشر، رابتشر بالباول، يسوي لي ما يعرف بالباكيت هاندل انجري. شنو الباكيت هاندل انجري؟ اكو عندنا بارتس قلنا fixed parts من البادي fixed ligaments و parts movable free. البول هي free لكن في جزء من عدها مرتبطة بالميزنتري، فشي يصير الميزنتري مرتبط زين، مرتبط يعني مو engaged، مرتبط بالبادي، والبول زين متمسكة أو مرتبطة بالميزنتري، فالبول تتحرك والميزنتري ثابت، شي يصير تنشق البول، تنشق الميزنتري زين، هاي الباول زين وهذا الميزنتري زين، الباول تتحرك لي قدام، الميزنتري ثابته، يصير عندك هنا شق، تنشق هاي، تنشق منه الميزنتري، هذا تير، هاي المنطقه تير، تنشق الميزنتري. شي يسموها، يسموها باكيت هاندل، يده السطله، باكيت هاندل، باكيت سطله، هاندل يد، يده السطله، فكانه يده سطله صارت. هذا يصير وين؟ هذا يصير بالديسيلريشن انجري اللي حكيناه، اوكي؟ زين. بعد شنو؟ يصير عندك فراكتشر، زين يعني التشانس فراكتشر اللي حكى عنه دكتور مصطفى قبل فتره، زين بالميكانيزم هاي مال انجري، يعني هذا يصير لينير فراكتشر، زين ترانسفيرس فراكتشر. بالبادي مال الفيرتبرا يسموها chance fracture. هاي تصير الميكانيزم اوف انجري، يسوي لي الميزنتري انجري، الباول انجري، السوليد اورجن انجري ممكن، زين هاي كلها بالديسيلريشن انجري ممكن تصير عندي. اوكي زين، هاندل بار، هاندل بار انجري ممكن شو يسموها الهاندل بار، السكان مال بايسيكل او اليد مال بايسيكل زين، من يو واحد يعني يوقع او ينضرب اليد تجي وتطخ بالابر ابدومن زين، فمن تطخ بالابر ابدومن يصير عندي انجري بالبنكرياس والديودنم، هاي المنطقه ممكن يصير بيها انجري، اوكي البنكرياس والديودنم، فكر من هالميكانيزم اوف انجري ممكن هاي الاورجنز تكون انفولد. اوكي طبعا فول فروم جريت هايت، fall from great height ممكن يعرضك الى pelvic fracture، ممكن يعرضك axial skeleton fracture، بس احنا نحكي على abdomen. في pelvic fracture البلفس يسموها ال vertical shear fracture اللي حنحكي عليها ان شاء الله بالpelvic fracture او pelvic injuries زين، يصير عندي بسبب ال fall from great height اكثر من 12 feet، اكثر من 12 قدم، وانت حسبها بالمتر ايش قد، اكثر من 12 feet، أكثر من 12 قدم، لما يصير عندك such a fall ممكن يتعرض إلى vertical shear fracture زين، فالموتور vehicle collision، motor cycle collision، fall from great height، direct blow to the abdomen، كلها ممكن injuries تسوي لك يعني الميكانيزم of injury ممكن suggest the organs injured. أكو شغلة وتجيبها يعني ما أعرف، أنا أحب أجيبها بالامتحانات يعني، ال most common organ injured solid organ أو most common organ injured بالبلنت mechanism هو السبلين. سبلين
is the most common organ injured with blunt abdominal injury. Okay, فتخلي ببالك splenic injury. خلي ببالك splenic injury. طبعا السيرجنز يعرفوها ويعرفون من يفتحون بالبلانت تروما ممكن يعني اغلب الاحيان يكونوا السبلين بانجر، وهواي تسمعون انه فتحوا ولقوا وسووا سبلينكتوم شافوا السبلين شاتر، شافوا السبلين كذا زين، فالبلانت ميكانيزم يسوي لك سبلين الطحال انجرد. اوكي نجي على البنتريتنج انجري. البنتريتنج انجري عندنا تو تايبس اوف بنتريتنج انجري، اكو الهاي فيلوسيتي velocity وكو سوري low velocity والhigh velocity، low velocity والhigh velocity صارت المفروض بالعكس، المهم low velocity والhigh velocity. low velocity يعني سرعتها low، مثل ايش؟ مثل النايف السكينه النايف زين، مثل ال 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 gunshot wound. ال gunshot wound، ال gunshot wound تختلف الى hand gun مثل المسدس زين، يعني فرضا هذا مسدس، يعني المسدس ال 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 البولت مالته يعني عاده الهاند جان لو فيلوسيتي ما عبرت للهاي فيلوسيتي. الهاي فيلوسيتي مثل الرايفل وجماعتها الرشاشه، المسايل او البولت اللي تطلع من عندها تكون الفيلوسيتي مالتها تعبر الكريتيكال سبيد. شنو هاي الكريتيكال سبيد؟ هاي السرعه الحرجه زين، اذا جواها المسايل يتحرك هيك هيك يتحرك، هذا شو بالك تخيل هذا القبغ مال القلم مقذوف زين، مسايل يتحرك هيك زين، شفتوا لما اكو عندك كريتيكال يعني من السرعه كلش كلش عاليه يصير عندك الحركه هيك ياوينج او تامبلينج هالشكل، ما يتحرك بشكل مستقيم لا يتحرك هالشكل يبرم او هالشكل يتحرك زين. هاي السرعة عادة الرشاشات تنطي هيك سرعة يسموها المزل فيلوسيتي، المزل هو فوهة الـ 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 السلاح، تطلع من عندها يسموها المزل فيلوسيتي، من يطلع منها المقذوف يحسبون السرعة مالته بهاي اللحظة زين، هي اللي تحدد بعدين الموفمنت مالته شلون. طبعا اكيد اللي راح يكون لو فيلوسيتي الباث زين مال انجري مالته هو الباث اللي سلكه بس، يعني يجي يدخل يخترق البادي ويطلع من مكان زين، هذا الباث اللي سلكه هو اللي انجرد. لكن اللي بالهاي فيلوسيتي شو تسوي؟ هاي ما راح بس مجرد انجرد بالباث مالته اللي تشوفها سمبلي، لا هذا راح يدخل هالشكل يسوي يبرم يبرم، مو بس يبرم وانما هاي الانرجي سوت فتشي ما يعرف بالتمبوراري كافيتيشن. هاي temporary cavitation صار عندك cavity temporary بعدين رجع صار collapse، هاي سوت injury further زين. فالhigh velocity injuries مالتها أكثر بهواية من low velocity. قلنا low velocity knife gunshot مثل handgun زين، أما rifle طبعا مثل shotgun أيضا low velocity shotgun وإلى خصوصية هو الطشارية هاي مال بنادق الصيد زين، والرايفل اللي هو high velocity عادة هاي فيلوسيتي. بالضبط الكريتيكال فيلوسيتي ام نوت شور، يمكن 600 متر بير سكند او ام نوت شور يعني 300 600، اكو فد يعني حد بغض النظر انت ما راح تجي تحسبها يعني، بس انت تعرف السلاح تعرف السرعه مالته شلون حتكون. المهم ف بالنسبه لللو فيلوسيتي ميسايل مثل النايف، الموست كومون اورجن انجرد هو الليفر. الليفر تخيل انت جايب ايدك اليمنى، اغلب الناس هم يمناويين، من تضرب واحد زين هو واقف هيك قبالك انت يمناوي تضربه راح تروح باتجاه اليمنى مالته، انت من تجيب سكينه وتضرب واحد ببطنه ايدك اليمنى راح تروح هالشكل، يعني ما تروح باتجاه اليسار مالته اللي هو اليسار مالتك مالته مقابل اليمين مالتك، بس ايدك راح تفتر وتروح موصلي على اليمين من تضرب هالشكل، تضرب ما تضرب هيك تضرب هيك. فموستلي الليفر انجرد، موستلي الليفر انجرد باللو فيلوسيتي، اللو فيلوسيتي ميسايلز او اللو فيلوسيتي بنتريتنج انجري الليفر انجرد، اما بالهاي فيلوسيتي الباول، الباول اللو فيلوسيتي الكبد الليفر والباول بالهاي فيلوسيتي انجري. الشوت جان يختلف على حسب البعد زين،
إذا كان أقل من 3 متر ممكن الإصابات تكون يعني سيريس، بس فوق ال 3 متر نادرا ما تكون سيريس، يعني ما تكون الإصابات سيريس. فالمسافة تحكمك، يعني ضروري تعرف المسافة بين السلاح وبين الانجرد بيشنت. أوكي زين، بقى البلاست انجري. البلاست بي أكثر من ميكانيزم اوف انجري. البلاست بي ميسايلز، بي مقذوفات تسوي penetrating injury زين، وممكن المقذوف يكون فد شيء كبير زين يعني ويسوي blunt، ممكن شيء صغير يسوي penetrating، ممكن شيء كبير يسوي blunt injury. البادي نفسه ممكن ينشمر، يعني هو البيشنت نفسه ممكن ينشمر ويصير blunt trauma نتيجة البلاست. إذا كان قريب على المنطقة مال البلاست أكو في شيء اسمه over pressure، الاوفر بريشر ويف اللي تطلع نتيجه البلاست. هاي الاوفر بريشر تاثر لك على شكو اير فيلد سبيس، اير فيلد سبيس. ولهذا اغلبهم يجون ورا الانفجارات يقول لك اذني مدى اقدر اسمع. ليش؟ لانه التيمبانيك الممبرين واكو الميدل اير، الميدل اير از اير فيلد سبيس، فيكون يعني انجرد في حاله الاوفر بريشر. منو بعد اير فيلد؟ لنج، اللونج انجري ممكن. منو بعد ايرفولد؟ الباول. ذن الاورجنز ممكن تكون لايبل فور انجري اذا كان البيشنت قريب من البلاست وتعرض الى اوفر بريشر. خليها ببالك، دور عليهن انت بعدين من نحكي انفستيجيشن، دور على such an injury. احنا نسميها من اللونج وال شو يسموه الميدل اير، لان احنا ما نحكي على هالستراكشر، نحكي على الابدومن، فاللي يهمنا الباول. فدور عليهن سبيسيفيكلي لما عندك such a mechanism of injury. إذا صار عندي التالي، صار عندي أكو penetrating، أكو blunt، أكو penetrating، أكو blast. ال blunt trauma mostly affect ال spleen بالأبدومن. ال penetrating injury إذا كان low velocity mostly the liver is injured. إذا كان high velocity mostly the bowel، مثل gunshot يعني gunshot wounds. وال blast injury قلنا multiple mechanisms of injury بالblast. واحدة من الشغلات هي الأوفر بريشر، خليها ببالك. الباول هي اير فيلد سبيس، ممكن تكون انجرت. اوكي هسه صار واضح عندنا الهيستوري من الاشياء المهمه بالميكانيزم. عرفنا الميكانيزم شنو اهميته، تحدد شنو ممكن الاورجنز اللي تكون انجرت على مود الدايجنوستيك ستدي زين اللي تمشي بيها، على مود المانجمنت. واذا كان الدايجنوستيك ستدي نيجاتيف والإكزامينيشن مالتك نيجاتيف بس الميكانيزم اوف انجري هايلي سجستيف اوف انجري، ممكن تبقي البيشنت اوبزرفيشن او تروح على مور سوفيستيكيتد ستاديز. خلصنا الهيستوري، نجي الإكزامينيشن. إكزامينيشن يعني ما اعرف حتى لا ياخذنا الوقت، نبي نختصر. الإكزامينيشن عندك انسبكشن، اوسكلتيشن، percussion و palpation. ذني الشغلات حسويها الابدومن. inspection كل الابدومن طبعا، الابدومن الانتيريور ابدومن كلها، البوستيريور ابدومن، الفلانك، كل الابدومن involved. البرينيوم لا تنسى زين، البرينيوم لا تنسى، الجينيتاليا لا تنساها، الفاجينا والركتم ما تنسي زين، كلها ويا الابدومن مفروض تكون involved بالexamination. الجلوتيال ريجن لا تنساها. اوكي اذا ذني الاورجنز، ذني سوري الريجنز ويا الابدومن لازم تكون انسبكتد فولي. فاندرس ذا بيشنت اند فولي انسبكت كل هاي الاريا. شو اشوف بالانسبكشن؟ شوف اذا اكيموسز، اكو بروزز، اكو وونز موجود عندي الابدومن، شلون الكونتور مالتها. اوكي كل هذا بالانسبكشن. اذا اكو امبيلد فورم بادي زين، فد سكينه ومغروزه او فد فورم بادي ومغروز بالابدومن، امبيلد انسايد ذا ابدومن، اذا كان بالانتيريور، كان بالفلانك، كان بالباك اوف ذا يعني الباك مال الابدومن، كل هاي لازم تخليها ببالك وين انسبكتنج ذا ابدومن. طبعا اكيد طبعا دونت فورجيت، احنا حكيناها بس دونت فورجيت تو لوك تو ذا باك، يعني الابدومن مو بس انتيريور، الباك ماست بي اكزامند اولسو. هذا كله وين؟ بالانسبكشن اوف ذا بيشنت. شوف هذا المنطقه، تشوف قلنا البرينيوم، تشوف البرينيوم، تشوف اذا اكو اكيموسيس
موجود عندك، إذا أكو هيماتوما بالبرينيوم فكر إنه ممكن يكون أكو pelvic fracture، وفكر ممكن عندك urethral injury. زين شوف السكروتم أيضا إذا كان أكو كيموسيس أو أكو هيماتوما موجود بي أيضا ممكن فكر بال urethral injury. blood at the urethral meatus أيضا يخليك تفكر بال urethral injury. الركتم والفاجينا إذا أكو فد injury suggestive of يعني pelvic fracture أو penetrating injury ممكن تسوي laceration للفاجينا والركتم. do ال vaginal examination والrectal digital rectal examination زين to ensure. digital rectal examination حكينا سابقا الفائدة مالته تشوف الركتال تون أول ما تدخل صبعك، ركتال تون مهم كلش زين، لأن إذا أكو spinal cord injury ماكو ركتال تون. من الدخل تشوف الانتجريتي اوف ذا ميوكوزا ليكون عندك لاسريشن بحيث الميوكوزا صار بيها بيرفوريشن مال الركتم، وتشوف اذا اكو بيلفيك فراكتشر تشوف اذا اكو فتحة بون حاده موجود. طبعا قلنا ال قبل كانوا يشوفون البروستيت، هسه مو مهمه البروستيت على مود نقرر انه اكو يورثرال انجري اور نوت سبيسيفيك فور يورثرال، يعني نوت ريلايبل انديكيتور اوف يورثرال انجري فما نعتمد عليه. بعدين نطلع صبعك وتشوف اذا اكو بلود اور نوت. البلود ايضا ممكن يكون قرارك معتمد على البلود، بعدين راح نجي نحكيها. القرار ممكن يعتمد على البلود. اذا هذا انسبكشن. اوسكلتيشن، اوسكلتيشن شو اسمع بالاوسكلتيشن؟ الباول ساونز. الباول ساونز يعني اذا كانت موجوده او ما موجوده ما راح تنطيك فد كلير ديسيجن بالنسبه للمانجمنت مالتك مال الابدوم مال يعني الابدومينال تروما. زين يعني تسمعها انت بالاوسكلتيشن ويعني خليها ببالك، بس يعني ما راح تنطيك فد ديسيجن بالنسبة للأبدومينال تروما. بيركشن، بيركشن تسوي على مود تشوف إذا أكو تندرنس. البيركشن من تسوي ممكن إذا كان أكو signs of peritonism أو peritonitis، البيركشن إيش راح يسوي؟ راح يسوي movement فيصير irritation فيبين عندك. أوكي؟ palpation طبعا إذا أكو rebound tenderness بعد يعني ما تحتاج further زين يعني palpation للأبدومين حتى لا تسوي further يعني pain للpatient، فا it is clear راح تصير الأمور. ال palpation أيضا يميز لك deep والsuperficial palpation إذا أكو عندك tenderness موجودة عندك بال يعني wall of the abdomen أو deep in the abdomen. هاي كل الexamination أنت تسوي للأبدومين في حالة التراوما. أوكي زين يعني باختصار خلصنا الexamination، نحكي على diagnostic studies. Diagnostic studies. بعد ما حكينا الهيستوري والإكزامينيشن نحكي على الدياجنوستيك ستاديز. قبل ما نحكي على الدياجنوستيك ستاديز، sometimes بالأبدومينال تروما البيشنت is clearly forward راح يروح للسيرجري. يعني هذا البيشنت زين ماكو داعي فور دياجنوستيك ستادي، هذا مباشرة احنا راح ناخذه للسيرجيكال ثياتر. منو؟ مثل منو؟ البيشنت اللي تلقى عنده الباول مالته او الاومنتم طالع برا، ايفيزريشن. يعني هذا المن تسوي له، يعني هي الباول طالعت لك برا. زين؟ الانجري بنتريتنج والباول طالعه برا. This patient is for surgical theater يروح. ماكو داعي تسوي له بعد. It's contraindicated any further delay. هذا البيشنت يروح مباشرة للسيرجيكال ثياتر. اكو بيشنتس لا زين يحتاجون further investigation. عندنا هنا نقسم البيشنتس اللي يحتاجون further diagnostic studies الى patient hemo dynamically stable او unstable زين ال unstable patient يعني shocked patient ما تقدر هذا تحركه خارج الامرجنسي، ما تقدر توديه، لانه توديه ممكن يموت بالسيتي وانت ما تدري بيه، ممكن يروح الى مكان وماكو اكويبمنت هناك، فهذا يبقى بالريسورس ستيشن روم. زين شو نسوي له هنا؟ بيد سايد ستدي. عندنا شغلتين، يا اما الفاست اللي راح نحكي عنه هسه، يا اما عندنا الدي بي ال. الفاست هو الالترا ساوند والاي فاست. ممكن الفاست الاي فاست على مود النيوموثوراكس زين، الاي فاست ممكن يبين هيموثوراكس، الاي فاست الاكستندد فاست، بس احنا هسه اللي يهمنا الفاست، احنا نحكي على ابدومينال تروما. الدي بي ال
استخدامه بدا يقل كل شويه بدخول الفاست، لانه هذا انفيزيف، هذا نون انفيزيف. طبعا احنا نفضل النون انفيزيف ستدي لانه ريبيتابل، ممكن نسويه ايزي تو بيرفورم. هذا يراد لاكسبرتايز، يراد لتريننج، اللي يسويه لازم يكون يعني عنده اكسبيرينس زين على مود يسويه، لان هو انفيزيف. وراح نجي نحكي ان شاء الله شنو فائدته. فاذا الهيمودايناميكلي انستابل بيشنت ما راح اقدر احركه، فاسوي له يعني ستديز هي ممكن تكون بيد سايد مثل الايفاس والدي بي ال. واذا كان البلفس انفولد، البلفيك اكس راي، اذا تذكرون البيشنت اللي بالبرايمري سيرفي حكيناه سابقا، وحده من الاكس رايز اللي نسويها بلفيك اكس راي. اوكي، فاذا ابدومينال انجريز ممكن يستفاد فاست ايفاس والبلفيك اكس راي. الهيمودايناميك ستيبل بيشنت، هيمودايناميك ستيبل بيشنت، هسه هذا شوكت بيشنت، شوكت وعنده ابدومينال تروما، ابدومينال تروما زين، شوكت بيشنت عنده ابدومينال تروما، ندور على الكوز مال شوك مانجر بليدنج، فندور على بليدنج بالفاست والدي بي ال والبلفيك اكس راي على مود بلفيك فراكتشر اور نوت. اما الهيمودايناميك ستيبل بيشنت المن نسوي له دايجنوستيك ستدي، اكو ست اصناف من المرضى نحتاج بيها دايجنوستيك ستدي. انتبه عليه، يعني البيشنت اللي عنده ابدومينال تروما، اللي عنده ابدومينال تروما زين، اللي نحتاج لهم فيرذر ستدي، هم هيمودايناميكلي ستيبل. بعدين نحكي شنو هي الستديز، هم سته. من هم؟ اول واحد اللي عنده لوس اوف سنسوريوم، يعني الوعي، يعني كونشسنس. اللي عنده loss of consciousness بعد عندك انت الexamination of the abdomen مالتك lost، يعني ما راح يعتمد بعد، هو unconscious. التندرنس من راح تشوفها زين، الريباوند تندرنس، الشغلات اللي ممكن تنطيك hint انه ال abdomen involved راح تروح. loss of sensation يعني واحد عنده spinal cord transected وما يحس، هذا ايضا الاكزامينيشن مالتك فقدت الاكزامينيشن، ما تقدر تعتمد عليه، فتحتاج انذر تول اللي هو الدايجنوستيك ستدي. بعد منو؟ البيشنت اللي عنده خلينا نقول انجري المن للادجيسنت ستراكشر للابدومن، اللي هي الكوستال، يعني مو كوستال مارجن، او ريبس يعني، او الريب كيج، اللور ريب كيج او البلفس باوع، من جوا الريب كيج يحد الكوستال مارجن، والريب كيج يحد الابدومن من فوق، ومن جوا البلفس. فلما يصير عندي فراكتشر بالريبس باللور ريبس، او فراكتشر بالبلفس زين، او فراكتشر بالسباين، ممكن هاي تخلي الابدومينال اكزامينيشن ارلايبل، لان تندرنس ممكن جايه من الريب فراكتشر، ممكن جايه من البلفيك فراكتشر. انت تسوي تحط ايدك على الابدومين ويعيط البيشنت، ممكن من ادجيسنت ستراكتشرز مو من الابدومين، فما راح يكون عندك ريلايبل اكزامينيشن. الشغله الاخرى هم البيشنت اللي عندهم اكويفوكال ابدومينال اكزامينيشن، يعني شنو؟ يعني انت الاكزامينيشن لا هو كلير فورورد وراح تروح للثياتر زين، ولا هو كلير والبيشنت فد مره اموره زينه والميكانيزم مال انجري صار جاست نوثينج وراح تسوي ديسشارج واموره بسيطه، لا، هذا ايكويفوكال اكزامينيشن، يعني له هو اي زين، عنده فد ابدومينال تندرنس بس مو هي مال بيريتونايتس او مال بيريتونيزم والبيشنت يروح للسيرجري، لا، فشيء محير. هذا ايضا يحتاج فيرذر دايجنوستيك ستدي. بعد منه البيشنت اللي عنده سيت بيلت ساين، شنو هي السيت بيلت ساين؟ بروزز لينير صاير زين، لينير على الابدومن، هاي الامبلايكس، هاي الابدومن زين، هاي تشيست، هذا راسه، هنا انا تلقى فد لينير بروزز مال لاب بيلت زين، او السيت بيلت كاملا تلقى بروزز زين، بروزز كل هاي المنطقه. اوكي، كيموسز وبروزز على هاي المنطقه، هاي يسموها سيت بيلت ساين. من تشوفها اكو اذا ممكن اسوشيتد فلاتر ابدومينال انجري، فلازم عندك فيرذر ستدي، عندك هولو فيسكس ممكن انفولف، ممكن ميزنتري زين، حكيناها سابقا. نجي على المجموعه الاخيره اللي يحتاجون فيرذر دايجنوستيك ستدي، هم اللي راح يروحون من الاوبزرفيشن مالتك لفتره طويله نسبيا. مثل ايش؟
البيشنت اللي راح يروحون ويدخلون وياخذون تخدير فور اكسترا اكسترا ابدومينال سيرجري، يعني عندهم سيرجري بس مو بالابدومن. فور اكزامبل راح يروح مثلا يدخل نيورو سيرجري، فتشي بال يفتحون الكرانياتوم وراح يعطوه تخدير. زين هذا البيشنت راح يبقى فتره طويله تحت التخدير، ممكن اكو انجريز من بينه ومو واضحه، وبعدين تصير يعني تصير لايف ثريتنينج وسيجنيفيكانت موربيديتي تسوي واحنا ما نحس عليها. فهذول البيشنت يحتاجون فيرذر ستدي قبل ما يروحون للاكسترا ابدومينال سيرجري يسوون، او البيشنت لينثي ستدي، يعني راح يروح ستدي مثل الام ار اي فور اكزامبل، سي تي وكونتراست، فتره طويله راح يسوي ستدي. زين وهذا الستدي مو للابدومين، لغير شيء، لاكسترا ابدومينال ستراكشر. فهذا البيشنت من راح يروح فور ا لونج تايم بعيد عن عينك والاوبزرفيشن، يعني ذولا يحتاجون دايجنوستيك ستدي. اذا صار عندنا التالي، البيشنت اللي ابدومينال تروما اللي عنده ممكن اكو ساينز وسيمبتومز، اللي عنده مثلا بنتريتنج انجري وعنده ساينز اوف بيريتونايتس، عنده ايفيزريشن الباول طالعه برا، هذا يعني مباشره للسيرجيكال ثياتر. اي شيء تسوي تعطل الثياتر هذا خطا، كونترا انديكيتد، انت قاعد تعرض البيشنت انسيسري ديلي، ودي للثياتر. اكو البيشنت اللي يحتاجون استدي، هم نوعين، اذا كانوا انستابل الاستدي راح يكون بيد سايد الاي فاست والدي بي ال زين والبلفيك اكس راي. البيشنت اللي هم هيمودايناميكلي ستيبل زين راح هم ذول الجروبس اللي حكيناهم، لوس اوف كونشسنس، لوس اوف سنسيشن، سباينال كورد انجري، البيشنت اللي عندهم ادجيسنت ستراكشر انجري بحيث يأثر على الاكزامينيشن، ايكوفوكال ابدومينال اكزامينيشن، والسيت بيلت ساين، والبيشنت اللي عندهم فور ا لونج تايم راح يروحون بعيد عن عينك. ذولا كلهم يحتاجون. شنو الستديز اللي ممكن تسويه؟ الستديز هنا بكيفك اكوردنج تو ذا انجري، اكو عندك سسبكتد انجري، عندك مالتيبل ستديز، وحده من عندهم اللي كلش السي تي، وعاده السي تي وذ كونتراست. الكونتراست ممكن يكون دبل كونتراست وممكن تريبل كونتراست. دبل كونتراست يعني اورال واي في، تريبل كونتراست يعني اورال واي في وانيما، يعني ركتل. الركتل على مود تشوف الكولون، الريتروبريتونيال كولون، اوكي؟ فاذا السي تي وحده من الاستديز. ممكن شنو الاكس رايز؟ زين اكس رايز بانواعها، عدا الشغلات اللي ممكن تسويها باد سايد، الاكس رايز البقيه اللي ممكن تسويها البيشنت اوت سايد الامرجنسي ديبارتمنت. زين ممكن بعد غير الكونتراست البادي اللي سوري الكونتراست ستديز اللي خاصه بالرينال سيستم، اللي هي يوريثروغرام والسيستوغرام والاي في يو او الاي في بي انترافينوس بايلوغرام. زين ذني ممكن تسويهن اذا كان عندك سسبشن اوف كيدني او رينال انجري، اوكي. ممكن طبعا اكو لابروسكوبي او ثوراكوسكوبي، ذني انفيزيف ما محبذات ومو بكل مكان يسووهن، ذني راد لهن جنرال انستيزيا، ذني حتى تشوف اذا اكو بنتريشن للبريتونيوم، تشوف اذا اكو دايفراغماتيك انجري من خلال ذني الاستاليس. نحكيها ان شاء الله زين من نحكي الدايجنوستيك ستدي وحده وحده. هسه صارت واضحه عندنا، نحكي هسه على المفروض على الفاست والدي بي ال. زين شنو هن، شنو نستفاد منهن؟ اول واحد نجي على الفاست، شلون هالامور؟ منو نعاس؟ بنشوف الاودينس يبدون الف وبعدين ينتهون ثلاثه، يعني اكو ناس بالطريق تغفي. فصباح الخير، اتمنى يعني شربتوا قهوه او فتشي، واللي ما شرب قهوه يصير يشرب له فتشي قهوه شي شاي. فاست فوكست فوكست assessment، انت عندك زينه جوز غيرك مو زينه. focused assessment with sonography in trauma for trauma for trauma patients. زين كانوا يسموها قبل focused assessment sonography in trauma، غيروا شوي حطوا with for، مو مهم. فاست
focused assessment with sonography for trauma patients. Okay. خوش. جيد صباح الخير. هدك يا الله سلامات. الفاست الفاست عبارة عن ultrasound. تسوي four regions. باو عليا بس خلي نفتهم الفكرة من الفاست. الفاست ultrasound هو فتشي انت مجبور عليه. يعني شنو مجبور عليه؟ يعني فتشي احسن من ماكو ويعني خنسميه شغلة انت ما عندك غيرها. زين؟ يعني فت simple ultrasound study ده تسوي انت لانه خنسميها من قلة الخيال. يعني ما تقدر تدز البيشنت اوتسايد وتسوي لي سوفيستيكيتد ستدي فمضطر تلجا الى هذا السمبل الترا ساوند تيست. شنو هذا السمبل الترا ساوند تيست؟ زين طبعا عندنا هذا الكوستال مارجن وهذا الانجواينال ليجمنت سمفيس بيوبس هاي الانتيرير ابدومن. زين عندنا فور بوينتس نحط عليها البروب مال الترا ساوند. واحد هنا زف استرنام على مود نشوف البريكارديال ساك ونشوف الكاردياك تامبونات. هذا احنا ما نحكي عنه، احنا نحكي على الابدومينال انجري، فهذا موضوع اخر. اوكي نشوف البريكارديال ساك اذا اكو فلويد والبيشنت شوكت واكو ساينز مال 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 تامبونات، هذا كاردياك تامبونات. اللوين من الجهتين نشوف تو فوسي تو ديبندنت اريا. البيشنت من يكون سوباين نايم اكو 3 ديبندنت اريا والبلفس اريا تكون ديبندنت، يعني يسموها اكثر منطقه منخفضه يتجمع بيها الفلويد. اللي الفلويد بالتروما شنو ممكن يكون؟ يعني بس خلي يعني اقول لكم، واحد تروما زين وشوك زين وتلقى فلويد، شنو هذا الفلويد؟ عصير بلاد موستلي، مو قران. احنا ما نحلف يعني، هسه واحد يجي يقول لي ممكن اسايتس، يعني ايش قد النسبه؟ ايش قد النسبة مال هذا انه هو عنده بلانت تروما او عنده بنتريتنج تروما واجا شوكت اكيوتلي ولقيت فلويد؟ زين موستلي اعتبره بلاد، يعني لا تدور زايد، اعتبره بلاد بيجي حاله. فراح نشوف احنا اللوين بوث اللي هي بيها ديبندنت اريا اللي هي الرايت، طبعا هذا الرايت وهذا الليفت. الرايت الموريسون باوتش، موريسون باوتش. الموريسون باوتش وين صاير؟ بين الليفر والكيدني. زين الكيدني هذا ايش صاير؟ مو الليفر، بين الكيدني والليفر اكو فد بوتنشال سبيس. زين يكون ديبندنت يعني يتجمع به لانه ناصي ادنى مكان يتجمع به بلاد فيسموه الموريسون باوتش. نورمالي الليفر طابق على الكيدني فماكو فلويد، يعني اكو ثين سكشن ما يبين. بس لما يصير عندي بليدنج شي يصير يبين عندي بلاد. وبالالترا ساوند ان شاء الله اذا الله انطانا عمر راح نراويكم لايف على 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 يعني شخص شلون نسوي الفاست الترا ساوند. موجود عندنا جهاز الترا ساوند بالمركز وموجود عندنا فولنتير نجيبه ونراويكم الفاست الترا ساوند شلون نسوي. فتشوف عندك بلاد. المكان الثاني هو اللاينو رينال باوتش. لاينو رينال يعني لاينو يعني سبلين، رينال باوتش بين السبلين والكيدني، بين السبلين والكيدني. زين ام اكو بوتنشال سبيس بي ثين سكشن اوف فلويد ما يبين. اذا صار بلط هاي الاريا ممكن يبين عندي بالفاست الترا ساوند. والسبيس الثالث هو البلفس، pelvic cavity ايضا dependent. dependent يعني ناصيه ويتجمع بيها، شلون حفره يتجمع بيها مي المطر. زين يتجمع هنا البلط بالبلفس. طبعا بالبلفس لازم تكون بلادر فولد. واللي شايف الالترا ساوند خصوصا الالترا ساوند مال بلفس فيميل ريبرودكتيف اورجان يشوفون الاوفريز يشوفون اليوتراس يقولوا لها الفيميل شربي مي شربي مي. زين حتى البلادر تنترس. ليش البلادر من تنترس تسوي انهانسمنت توضح الصوره؟ البلادر تصير مثل العدسه خلينا نسميها تخلي الصوره اوضح. فانت تسوي البلادر لازم فول. فانت شو تسوي؟ يا اما قبل ما تحط الفولي تسوي هاي الانفستيجيشن، يعني تحط
طبعا نسينا انه احنا نحكي لازم الجاستريك تيوب والفولي كاثيتر والانديكيشنز مالته اللي احنا حكيها اوريدي بالبرايمري سيرفي بالانيشال اسسمنت. ارجعوا لها وشوفوا اهميتها الفولي كاثيتر ومعروفه شنو اهميه الفولي كاثيتر والجاستريك تيوب. المهم فاذا قبل ما نخلي الفولي كاثيتر احنا يعني نسوي الفاس التراساوند او اذا خليناه شو تسوي له كلامبينج سده اطلع كلامب حتى لينزل اليورين او انت بعدين سويتها يعني نزل اليورين. انا شو اسوي لما حطيت فولي والبلادر از امتي شو اسوي؟ اجيب اي في فلويد واشكله بالفولي واحط الاي في فلويد اللي فوق يترس لي البلادر يرجع الاي في فلويد يترس لي البلادر اترسها البلادر اقرصها اسوي الترا ساوند يعني البلادر ترستها نورمال سيلين زين اجي اسوي الاكزامينيشن ثم افرغ البلادر اسوي ايفاكيويشن. فهي واحدة من الطرق حتى تملي البلادر. المهم وتشوف البلفس اذا كان عندك فري فلويد زين ايضا ممكن راح يطلع عندك بوزيتيف فاست باو عليه بس انتبه عليه الفاست من يطلع عندك بس انتبه عليه الفاست من يطلع عندك بوزيتيف. شوف أهمية الفاست. الفاست شنو مهم؟ الفاست من يطلع عندك بوزيتيف يعني اكو فري فلويد والبيشنت شوكت ما استجاب للريسستيشن مالتك انتبه عليه طيب الريسستيشن ما استجاب لقيت الفاست مالته بوزيتيف والميكانيزم مال الانجري بلانت هذا انديكيشن يروح للثياتر توديه للسيرجري يفتحوا لابراتومي لان هذا على مود ستوب بليدر الايم مال اللابراتومي الاساسي هنا على مود يشوفون البليدنج منين موستلي اذا بلانت موستلي سبلين زين بس المهم يشوفون البليدنج وين تو كنترول بليدنج. إذن الفاست إذا كان بوزيتيف والبيشنت شوك مستجاب للريسستيشن والميكانيزم مال انجري بلانت ميكانيزم يروح البيشنت مباشرة للثياتر هذا انديكيشن تو فور لابراتومي. اوكي زين إذا هذا الفاست فاست اكزامينيشن طبعا ممكن تسوي بالبنتريتنج هم ممكن له انديكيشن بالبنتريتنج تروما زين تسوي فاست وتشوف بس يعني البنتريتنج تروما مو كلش الفاست از يعني فتشي predictive انه وممكن ينطيك decision for surgery مثل البلانت تروما. اذا هاي الفاست وهاي اهميتها. اوكي نجي على الدي بي ال diagnostic peritoneal lavage دي بي ال سامعين بي الدي بي ال داومنا فتره من كنا مقيمين طلبه بورد كورس تدريب مال الاي ام سي الله يذكرهم بالخير كانت منظمه استراليه اعتقد يعني هي ملت يعني انترناشنال اكثر من ناشوناليتي بس مينلي استراليان سووا بمستشفى الكندي وتحيه لاساتذه مستشفى الكندي وطب الكندي اللي كانوا مسؤولين عن الدوره في وقتها سووا لنا دوره عن التروما والاي تي ال اس كانت مو بس اي تي ال اس كانت امرجنسي يعني اي تي ال اس اي سي ال اس كانت بها عده اسبيكتس فجابوا لنا طلي خروف هذا الخروف سوينا له انتوبيشن سوينا له كريكوثايرويدوتومي وسوينا له تشستي تيوب ونيدل ثوراكوتومي ودي بي ال زين وبالاخير ذبحوه اكله يعني المهم الدي بي ال كان بالانيمال لاب يعني ماكو شيء ما سوالي الدي بي ال سويناه على هذا الخروف بالانيمال لاب زين فشفنا الدي بي ال شلون الطريقه مات It is a surgical procedure. يعني صح هي minimal يعني mini surgery يعني مو surgical. بس it is a surgical procedure. شو نسوي؟ نجي على الأمبلايكس. تحدد الأمبلايكس. أوكي؟ تفتح incision infra umbilicus. جو الأمبلايكس. انتبه عليه. جو الأمبلايكس. زين؟ تفتح incision. تفتح subcutaneous tissue. تسوي له spreading. تجيك الفاشية. تفتح الفاشية. تفتحها. اوكي يطلع جوه الفاشيه مباشره واللي اذا يسمعنا السيرجن يعرف اكثر من عندي وشايفها اكثر من عندي بهوايه يجيك البريتونيوم البريتونيوم زين هو ترانسبيرنت ممبرين تسحبه بكلامب طلع عليه فوق وتسوي يعني تفتح فتحه بالبريتونيوم يعني تقص بالبريتونيوم تطلع عليه برا وتقصه تدخل كاثيتر يسموه ال دي بي ال كاثيتر اللي مثل البريتونيال دياليسس شلون البريتونيال دياليسس كاثيتر اذا شايفيها تدخل كاثيتر جوا بالابدومين اوكي شو تسوي هسه زين تسحب تسوي اسبيريشن تسوي اسبيريشن دايركت اسبيريشن
إذا الأسبريشن إجا عندك أكثر من 10 cc أو أكثر blood directly blood, هذا البيشنت is indicated for laparotomy. إذا كان hemodynamically unstable باو أهمية DPL. زين DPL إذا سحبت وطلع لك أكثر من 10 cc blood directly من أول ما حطيت الكاثتر, طبعا ماكو نيدل هاي لأن تشكلت السرنجة بالكاثتر, فهاي النيدل نسوها, هاي السرنج شكلتها بالكاثتر وسحبت طلع لك 10 cc أو أكثر, هذا indicated for laparotomy. إذا كان shocked هذا يروح للابراتومي أوكي مباشرة. لا والله ماكو, شو تسوي؟ تدفع أو تسوي infusion of 1 liter of normal saline, تحط normal وجهاز إعطاء وتعلق لي فوق وتشكله بالكاثتر ينزل زين للأبدومين ويترسح زين إلى أن يفرغ, وراها شو تسوي؟ وراها تخض البيشنت يعني تحركه فوق وجوه, حرك البيت إذا صعب تحرك البيشنت, وإذا عنده spinal injury دير بالك زين, تسوي ترندلنبرغ ريفرس ترندلنبرغ البيت تحرك, أو تسوي تحرك تخض الأبدومين إذا ما عندك spinal cord injury. المهم على مود يصير ميكسينج بالفلويد, ثم شو تسوي؟ تسحب اللي إذا يطلع, طبعا هذا إذا طلع من البداية أو طلع عندك ويا الفلويد vegetable fibers, هذا من البداية أو طلع عندك الفلويد, يعني ممكن من البداية يطلع عندك. إذا طلع عندك vegetable fibers أو bile أو طلع عندك bowel contents, vegetable fibers bile أو bowel content إذا من البداية أو بعد ما حطيت الفلويد, هذا indicated for laparotomy. هذا patient indicated for, لأن أكو injury للorgans اللي موجودة, فهذا indicated for laparotomy. أوكي؟ لا والله ما طلعت عندك, تجمع ترجع الفلويد تنزله بالقاع على مود يبدي with gravity drain الفلويد اللي صبيتها يرجع للcontainer نفسه زين؟ drainage تسوي بعدين توديه لللاب. اللاب شي يسوي؟ يسوي count. طبعا اللاب يسوي direct microscopy يشوف إذا أكو vegetable fibers اللي حكيناها, إذا أكو يعني ممكن هذا يطلع positive من شفناها بالعين المجرد شفناها بالميكروسكوبي, ويشوف ال white BC count, white BC count, شوف ال RBC count, ال white BC إذا أكثر من 500, ال RBC إذا أكثر من 100,000, بال blunt trauma, بال penetrating شوية تختلف الأرقام, بال blunt trauma ممكن هذا يكون indication for laparotomy in consultation with the surgeon, تحكي وياه وتقول لك كذا وكذا طلعت النتيجة مع DPL. أوكي؟ هذا DPL. DPL شنو مشكلته؟ إنه invasive, يعني ما تقدر تكرره, يعني تسوي مرة واحدة ما يتكرر. أوكي؟ زائدا من تسوي بعد يأثر على الفاست, يعني إذا تسوي بعد ما تقدر تسوي فاست, لأن تسوي فاست راح عندك positive لأنه عندك fluid, أنت حطيت أصلا fluid بالأبدومن. أوكي؟ فمن عندك فاست أنت الفاست إلى priority, هو non-invasive repeatable وممكن تستخدمه. DPL كان قبل ما يجي الفاست ويدخل الألتراساوند للإمرجنسي كان commonly used, هسه شوية قل استخدامه. بس شنو بعد فائدته DPL؟ فائدته بالإنجريز اللي ما يبين بالفاست, مثل إيش؟ مثل الباول. الباول إنجري ممكن ما يصير بيها bleeding, كل الصعب إنه بي detected, بس مجرد تطلع content شوية مع الباول فما يبين بالفاست, يطلع الفاست negative. DPL ممكن يكشفها للباول, حتى CT ما يكشفها, ممكن الباول إنجري صعب زين ممكن ما تبين عندك. فالDPL يكشف إذا أكو bowel content vegetables أو bowel content بالmicroscopical examination أو بال يعني يعني visibly ممكن تشوفها زين, ذني تكون يعني indication إنه patient ممكن يروح laparotomy لأن عنده bowel injury ما بينت بالفاست وما بينت ممكن ما تبين ممكن بالسي تي سكان. فالدي بي ال على الرغم من انه هو يعني الفاست نستخدمه اكثر وافضل للنون انفيزيف, لكن ستيل الى انديكيشنز زين. يبقى هاي الانفستيجيشن نسويها بيد سايد زين. ساعه 12:05 زين. اللي المفروض باقي عندنا ان الموضوع مال اليوم
هو ال diagnostic study بالstable patient اللي هي CT scans وال X-rays والcontrast studies والmanagement indication of laparotomy والspecific injuries. هاي لأنه الوقت تأخر ساعة 12:06 راح نضطر نأجلها على باكر ساعة 11. فتصبحون على ألف خير وشكرا جزيلا.